السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على درس مهم فيما يخص الحماية، اللي هو لا بروتيكسيون دو طونسيون. كاين هذا اللي هو بروتيكتور دو طونسيون، وكاين هذه بريز دو بروتيكسيون، وكاين ثانيك لو ستابيليزاتور دو طونسيون. هذا الواقي من التوتر، هذا مأخذ الوقاية، وكاين معدل التوتر. نشوفو كل واحد وش يدو وش هو الدور تاعو وش هو الفرق ما بيناتهم. فوالا، نبداو بالواقي التوتر. هذا واقي التوتر وش يدير؟ يحمينا الدارة تاعنا من الارتفاع والانخفاض التوتر. فوالا، كي تكون كاينة سور طونسيون ولا سو طونسيون، هو رايح يكوبي. وثانيك لي ميكرو كوبير، يعني هذوك الانقطاعات الخفيفه هذوك اللي يجوا، ما يخليش تكوبي كل خطره تكوبي، دونك يستنى وقت ومن بعد باش يرجع لنا تريسيتي. دونك هنا هذا عنده قيمه قصوى وعنده قيمه دنيا. دونك هنا نشوفو على حساب الكتالوج تاعو، عنده في القيمة القصوى تاعو 255 فولت، يعني هو يجي مريقلي بار ديفو 255 فولت. انت تقدر تبدل، تقدر تدير حتى 300. وكاين في القيمة الدنيا تاعو 170 فولت، من هنا تقدر تهبط حتى 120، لكن هي في الغالب 170. كاين دي لومب 170 ما يشعلوش، مي في اللاد يشعلو حتى 130 يشعلو. كاين دي زاباري الكترونيك ما يمشيوش ثاني تحت 170 فولت. فوالا، هادو هما الاخر هو. وثانيك عنده ثانيك لا طومبوريزاسيون، التأجيل تاع الاشتغال في 15 ثانية. معناتها كي تروح تيستي وتعاود تولي ولا تكون انخفاض ولا ارتفاع، يقعد 15 ثانية، تقدر تلحقها حتى 600 ثانية. فوالا، كاين الكتالوج تاعو هنا، كيفاش تريكلي، كيفاش تدخل لي بارامتر. هذا البروتيكتور كي نديروه في الطابلو، يجي تحت الديجونكتور، يعني مور ديجونكتور. كي تخرج من ديجونكتور ديفيرونسيال تدخل لهنا، تعاود تخرج منه. هذا كي نديروه في الدار يحمي الدار كاملة يعني. فوالا، أما هذه لا بريز دو بروتيكسيون، هذه تجي في البريزا، ديرها باغ اكزومبل الفريجيدر، ولا ديرها التلفزيون، ولا لا شوديير، تحمي لك الجهاز هذاك برك. والفرق ما بين هذا وهذا هو الامبيراج، هذا 15 امبير، اما هذا فيه 40 امبير. فوالا، قلنا هذا كي تحب تحمي الدار كاملة دير هذا، كي تحب تحمي غير الجهاز هذاك تستعمل هذا. دوكا نروحو للستابيليزاتور. ستابيليزاتور يخدم نفس الخدمة تاع هذا البروتيكتور. وشنو زايد عليه بحاجة اللي هي يستابيليزي. مثال كان تكون تهبط التوتر يهبط حتى 170 فولت، يقدر يطلعو حتى 220 فولت، يعني ما يكوبيش. إذا كان طلعت يهبطها ما يكوبيش ثاني. هنا دركا إذا كان عندك تريستي ناقصة تستعمل ستابيليزاتور، اما اذا كان عندك تريستي ستابل ما كلا تستعمل ستابيليزاتور، تستعمل بروتيكتور يكفي. لانه هذا الحاجه المهمه اللي فيه هو انه يحمي ضد انقطاع الناتر، يعني بروتيج كونتر لا كوبير دو ناتر. وهذه تصرى بزاف، ترى بزاف لا كوبير دو ناتر، خاصه من عند سونا غاز دي فوا، يعني يسخن الكونيكتور في البوطو سيرتو في الصيف كي يكون كاينه لا سير شارج، ومن بعد يتكوبا يروح الناتر. كي يروح الناتر اذا كان عندك 380 كهرباء في الدار، هنا يجيك 380 كهرباء وتحرق لك كامل الاجهزه. وهنا كي يجي الالكتريسيان يقول لك كاين جات تريستي قاويه حرقت لك الاخر، هو في الواقع هو ما خدمش خدمته، يعني ما دارش لا بروتيكسيون تاعو. دونك هنايا
ننصح الناس اللي عندهم لي فيلا سيرتو اللي عندهم 380 كون داير 380 في الكراج مثال ونطلع فاز البروميير ولا الدوزيام دونك وين كاين 220 يحط هذا بروتيكتور باش يكون متهني يعني ما تقدرش هنا هذا مستحيل يخلي 380 الجوز فوالا دونك هذا هو الفرق ما بين لا بريز دو بروتيكسيون بروتيكتور و ستابيليزاتور. نتمنى استفدتم معنا وإلى درس آخر. السلام عليكم.